هل سيمنع ذلك تكرار مثل هكذا حوادث أمنية كما حصل في الأبيض وسقوط عدد من القتلى بين المتظاهرين؟ شكرا جزيلا وشكرا لضيوفك الكرام. بالتأكيد الخطوة اللي تقدمت في شمال كردفان بالنسبة للحادثة ومجزرة الطلاب الأبيض هي خطوة متقدمة لم تقدم في أي وقت سابق خلال مسيرة هذه الثورة منذ ديسمبر وحتى أمس. وبالنسبة لأمس أيضا أصدرت الشرطة بيان حول أحداث منطقة سوق ليبيا في أم درمان، حيث راح ضحيتها 4 و5 مصابين، أحدهم حالته خطيرة. الشرطة قدمت بيان أيضا معقول، حيث تحدثت بشكل واضح عن أن هناك من أطلق النار وهي تبحث وتتغصى عن من أطلق النار في تلك المنطقة. هذا التحول مرافق، لا يجب أن يغرأ مع التحول السياسي، حيث أمس كانت ضوء إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري قد قطع أشواط متقدمة في مناقشة وثيقة الإعلان الدستوري، فهي تغرأ في ذات السياق أن المجلس راغب في 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 التحول نحو دولة مدنية ونظام برلماني. هذا كلام جميل، هذا والتوافق على معظم مواد وبنود الوثيقة الدستورية أو الإعلان الدستوري، لكن نتحدث عن القضايا التي ما تزال عالقة بين الجانبين. بالتأكيد هما طرفان قد اتفقا سابقا في الإعلان السياسي والآن على الوثيقة الدستورية على تكوين لجنة تحقيق مستقلة معنية بالتغصي حول كل الأحداث التي رافقت مسيرة هذه الثورة، وبالتحديد الأحداث التي حدثت بعد 6 أبريل، حيث بعد 11 من أبريل، حيث يتحمل المجلس العسكري المسؤولية المباشرة حول الذين أطلقوا الرصاص حول محيط اعتصام القيادة العامة، ومن ثم أحداث فضل احتصام في القيادة العامة وما تلاها من أحداث في مدينة السوكي والخرطوم والأبيض وأم درمان وغيرها من مدن السودان. هناك إصابات كثيرة وعدد كبير من الشهداء سقطوا خلال هذه الأحداث. هذه اللجنة معنية بالتحقيق والتغصي وتقديم المجرمين إلى العدالة. نعم. هذه الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بالتأكيد تجد من عندنا تجد الإثناء والتقدير من جانبنا. هذا هو واجب الشرطة وواجب العدالة أن تقدم وتتغصى حول المتهمين، ولكن هذا لا يمنع من تكوين لجنة التحقيق المستقلة للقيام بواجبها ودورها حول القبض على الجناة ومن يعطي الأوامر. هذا هو الأمر المهم. نعم، لأول مرة سيد عثمان يطلقون النار، ولكن نعم. هناك نعم لأول مرة تشارك هناك غادة هم نعم لأول مرة تشارك الجبهة الثورية في هذه المفاوضات بعد مفاوضاتكم معها في أديس أبابا. ما مدى وأهمية أولوية ما أعلن عنه في أديس أبابا من قضايا السلام والالتزام بتمثيل الجبهة الثورية وبوحدة قوى الحرية والتغيير؟ بالتأكيد هي الجبهة الثورية كانت سابقا تشارك حول مع إعلان الحرية والتغيير في المفاوضات، وكان لديها ممثلين، ومن ثم في وقت لاحق انسحبت، ثم ذهبت إعلان الحرية والتغيير ونداء السودان إلى أديس أبابا وأجريا مباحثات ومشاورات طويلة، ومن ثم عادت الجبهة الثورية أمس كانت حضورا عبر ممثلها التوم هجو في جلسة التفاوض المشترك ما بين إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وهذا يوضح أهمية الاجتماع الذي عقد بأديس أبابا ومخرجاته. الآن تبقت عدد من النقاط محدودة، أهمها 3 نقاط هي في حال شغور منصب رئيس الوزراء قبل تشكيل المجلس التشريعي، من سيعين رئيس الوزراء؟ هذه النقطة هي نقطة عليها نقاش. وهناك نقطة أخرى حول مفوضية الدستور ومفوضية الانتخابات، من الذي سيعين هذه المفوضيات؟ هذه أيضا، وهناك أيضا نقطة حول لمن السلطة حول القوات الأمنية الدعم السريع والقوات المسلحة، هل هي تخضع للسلطة التنفيذية أم للمجلس السيادي؟ هذه هي أهم النقاط الخلافية الآن التي تبقت حول الوثيقة الدستورية.